هنا أونلايف موجز إخباري جديد، أهلا بكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بالقاهرة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس على أهمية التواصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. قال متحدث باسم التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن أن استعادة حزب المؤتمر الشعبي زمام المبادرة وانحيازه لشعبه سيخلص اليمن من شرور الميليشيات الطائفية الإرهابية التابعة لإيران. كان رئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح أعلن أنه مستعد لفتح صفحة جديدة مع التحالف العربي الداعم للشرعية. من جانبه اتهم زعيم المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي الرئيس السابق علي عبد الله صالح بالخيانة. في سياق متصل، واصل أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح معاركهم العنيفة لليوم الرابع مع المتمردين الحوثيين في العاصمة صنعاء. قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مايك بومبيو أنه حذر قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، حذره من مهاجمة القوات الأمريكية في العراق. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائه في العاصمة باريس نيجرافران بارزاني رئيس وزراء إقليم كردستان العراق إلى الإسراع في بدء حوار بين السلطات العراقية وأكراد العراق. أنت الموجز للقاء.